السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني أخواتي الكرام. جهاز نوكتا ماكرو بولس بين بوينتر، هذا النوع يشتغل على نظام البولس اللي يفرق عن نظام الفي ال اف. شو الفرق بين البولس والفي ال اف؟ البولس ممكن أني التقط كل حاجة، يعني ما في معدن إلا هو راح يلتقطه. ميزته أنه ما يتأثر بالرمل الأسود أو الرمال المغناطيسية، كان فيه أحجار ما يتأثر فيها عند البحث، يجيب أعماق يعني لا بأس فيها. هذا بالنسبة لنظام البولس. أما نظام الـ VLF فهو يتأثر بالتربة، حقيقة يتأثر في حالة أن كانت التربة ممغنطة، الرملة السوداء هاي إذا شفتوها أكيد لما تروح البحر ركز على الرملة، في رملة تلاقيها بيضة وعادية محلاها، وفي رملة فيها السودة، هذه الرملة فيها مغناطيس، فيها كمية كبيرة من الحديد، فأجهزة الـ VLF تتأثر فيها وتحتاج معايرة. أنا في فيديو سابق شرحت فيه أنك لازم تعمل معايرة في الأجهزة، في أجهزة كشف المعادن، لأجل تحاول تنظم هذه العملية، يعاير نفس الجهاز. وكذلك الأجهزة اللي هي أجهزة الـ VLF ما تجيب لك أعماق كثيرة، فأنت بالتالي عندك خيار أنك أنت تركب ملفات أكبر، يعني كل ما صغر حجم الملف كل ما قل العمق، فتحتاج كل جهاز لخيارات، يعني يكون ملفين أو ثلاث ملفات. يعني كل جهاز يوم تشتريه تشوف الكتالوج أو تبحث في الموقع كم ملف فيه وياه. هذا هو النظام، بهذه الطريقة تقدر تجيب أعماق. هذا الفرق بين البولس والفي ال اف، لأن البولس يجيب أعماق وهو مرتاح، وكذلك ما يتأثر بالرملة، ما يتأثر بنوعية الرملة وبين الأحجار ما يتأثر، بينما الـ VLF يتأثر بنوع الرمل، يحتاج معايرة، وإذا كان فيه أحجار بيصير فيه نويز، يعني كثير كثير نويز إزعاج فيه، بيتلخبط الجهاز. ليش؟ لأن الترددات ترجع، ترددات الـ VLF ترجع، بينما البولس تخترق ما عنده أي مشكلة. وبالنسبة للأعماق كذلك البولس أفضل، ولكن السلبية الوحيدة أنه يكتشف لك كافة المعادن، بينما الـ VLF حسنته أنك تقدر تفرق بين المعادن، تقدر تلغي معادن كثيرة وتقدر تخلي معادن اللي أنت تريد تبحث عنها. ولكن هاي بعد إلها وعليها، يعني أنت تي وتلغي نوع من المعادن راح تروح عليك شغلات، يعني بتكون في هذا الرقم المعين يكون فيها ذهب، يكون فيها حاجة ثمينة، فهذه لازم تحطها في بالك، تحتاج خبرة، تحتاج معرفة. إن شاء الله أني راح أغطي لكم كل ما يدور في خواطركم عن أجهزة كشف المعادن، راح أعطيكم معلومات عنها مفصلة بإذن الله تعالى، وراح أعطيكم كمبتدئين شو الجهاز المناسب اللي أنت يفضل أنك تقتنيه. ولكن بما أن في ناس قد يكون ما عنده دراية أبدا بهذه الأجهزة، فأنا رشحت هذا البين بوينتر أو الباحث الصغير للمبتدئين. طبعا إذا نتكلم عن البين بوينتر، أنا ما أتكلم عن جهاز كشف المعادن اللي هو الكبير بحجمه بنوعيته، لا، أتكلم عن اللي هو البين بوينتر. هذه المعدة تستخدمها استخدام بسيط تحت الماء، تم تلف يمين ويسار، يعني استخداماتها بسيطة. فحابب أتكلم اليوم عن هذا البين بوينتر. أنا استخدمته تقريبا من سنة 2019، حقيقة جدا ممتاز، استخدامات حلوة، يعني كسبت فيه خبرة كبيرة، راح أشرح لكم إياه. مثل ما أنتم شايفين هذا الصندوق، طبعا هذا هو البين بوينتر،
إذا كان واضح ويانا. اللي وياه هذه القطعة تركب فيها الباحث هذا أو الملف، هذا ما أسميه ملف أنا، ولكن عندك نوعين تقدر تستخدمهم في البحث. هذا يستخدم في يعني لما تحفر حفرة تريد تدور حاجة بين الأحجار، استخداماته بسيطة في الأراضي اليابسة، ولكن وأعماقه كذلك أعماقه بسيطة. أما هذا الكويل أو الملف البحث فهذا من 5 إنش، في اللي أكبر منه 8 إنش، ما أنصح باستخدامه وما أنصح بشرائه. البن بوينتر هذا مثل ما أنتم شايفين متكون من قطعتين، هذه القطعة اللي هي الأساسية الوحدة اليونت، هذه تنشحن 2 إلى 3 ساعات وتمشي معاك 18 ساعة من الاستخدام المتواصل. وهذا الملف يجي وياها هذا من 5 إنش تستخدمه في البحر، طبعا سنوركلينج دايفنج تقدر تستخدمه لعمق 60 متر، ولكن من اللي راح يستخدم هذا البن بوينتر لأعماق كبيرة راح تستخدم الأجهزة الأكثر تطورا للبروفيشنال. دائما أبدا إذا اشتريت هذا البن بوينتر حاول أنك أنت تلزق الملف أو السيرج كويل لجل ما يحتك بالصخور ويتشحط عندك أو يتسحط ويبدأ يخرب، مع العلم أن في قطعة كفر تحميه ولكن راح تهتري مع الوقت، فتحط اللزقة هذه تيب لجل تحميه من أي ضربات قد صادفك وانت تبحث مثل حصة ولا حاجة، هذه راح تأثر عليه في حالة أنك أنت ما حطيت التيب. تركيبه بهاي الطريقة بس، وركب يعنى تشحنه من هذه المنطقة، من هنا يكون الشحن على USB، راح نستعرض إن شاء الله طريقة تشغيله، نشوف المواد اللي تي وياه. القطعة هذه شوفوا فيها فتحات، هذه تستخدمها لما يكون في الأرض اليابسة في الأماكن اللي هي مثل غابات أو مزارع أو حاجة، يفضل أنك تركب هذه القطعة مكان القطعة اللي هنا لأنها تعطيك الصوت أوضح وأعلى. هذه تستخدم في البحر عشان ما يدخل وياك الماي، هذه راح تدخل لك الماي نهائي، راح لا تستخدمها، وابدا لا تفك الملف هذا وانت تحت في الماي، لان اذا دخل الماي داخل راح يخرب عليك والله يعوض عليك ساعتها. نشوف القطع الثاني اللي وياه، هذا الملف هذا عفوا الكتيب المانيوال، شرح بسيط. هذه السيلات لما تهتري السيلات الاصليه، هذه السبرت تستخدمها احتياط عندك لجل ما يدخل الماي عندك داخل الجهاز. باقي القطع اللي عندنا، نشوف القطع، اريكم قطعه، هذا الرنك او هذه الحلقه، هذه انا الوحيد اللي املكها في العالم حاليا، هدتني اياها الشركه وهي كانت للتجربة، ما تم بيعها للحين، ما تم بيعها تجاريا للحين، فهذه تم تركيبها في هذا المكان وتعطيك عمق من 3 سنتي أو 4 سنتي عمق للبن بوينتر هذا. هاي طريقة تركيبها بهذه الطريقة. طبعا مثل ما قلت لكم هذا البن بوينتر او جهاز البحث او الكشف عن المعادن يبحث عن جميع انواع المعادن. شوف هالطريقة انا ركبته، وتعايره تزيد او تنقص بالمسافة، وتجرب المعدن عندك وتشوف العمق كيف راح يزيد معاك. هاي الطريقة ركبنا. نستعرض الجهاز،
نستعرض الجهاز، هذا الجهاز أو البن بوينتر وزنه كامل، هاي القطعة كاملة تقريبا 268 جرام. الجهاز هذا يشتغل على تردد 3 كيلو هيرتز. 3 كيلو هيرتز شو معناته؟ أنه يبحث عن المعادن الكبيرة، يعني المعادن الماكرو الصغيرة لا يمكن يلتقطها. طبعا هذا شحنه من ساعتين إلى 3 ساعات، بالكثير 4 ساعات في حالة أنه كان امتي البطارية، امتي منتهية، ويشتغل وياك 18 ساعة. راح نستعرض لكم طريقة التشغيل. عندنا هذه الأزرار مثل ما قلنا، هذا التشغيل والإطفاء، وهذا تقدر تغير فيه البحث أو نمط البحث، خلنا نقول تقدر تحطه على النغمة أو تحطه على الفايبريشن فقط أو الرنة والفايبريشن مع بعض. راح استعرض لكم إياه. شوف الحين الفايبريشن والنغمة مع بعض، الحين فقط الفايبريشن الهزاز، والحين فقط النغمة. هذا الزر هذا استخدامه. طبعا إذا ضغطنا على الاف وعدنا الاي، تقدر هني تزيد حساسية الجهاز لالتقاط الأهداف، يعني كل هدف يكون على عمق معين. كل ما زدت السنسيتيفيتي للجهاز أو الحساسية، كل ما قدر يجيب لك أعماق أكثر. وهذا فيه 5 مستويات من الحساسية. بهالطريقة تقدر ترعى تعايرهن أو تقدر ترفع الحساسية بالجهاز لجل يلتقط الأهداف بأقصى الأعماق. طبعا عندنا 5 مستويات للحساسية sensitivity. كل ما زدت الحساسية، كل ما الجهاز قدر يلتقط أي هدف بعمق أكبر. هذا هو النظام، كل ما زدت الحساسية كل ما قدر يلتقط أهداف عميقة، مش بهذاك العمق، ولكن أنت دائما أبدا تحطه على الليفل الخامس أو المستوى الخامس من الحساسية. بهالطريقة هاي الثانية، وهاي الثالثة، والرابعة، وهاي 5. يعطيك آخر رنة بيكون على الخامس. شفتوا عمل معي صوت بهذه الطريقة. عدنا الزر هذا في حالة أنك ضغطت عليه، شوفوا يولع معي LED، هاي الإضاءة LED اللي حابب يستخدمها في الليل، ولكن ما راح يعطيك الإضاءة اللي أنت تتوقعها. في كذلك نمط اللي هو الدايف، اللي حاب تنزل على أعماق فوق 10 متر أكثر. في طريقة تضغط على هالزرين هذيل، شوفهم اللي هو الاف والاي، بهذه الطريقة تحيس هالطريقة هذه، والضغط تضغط على 2 وتسمع هالرنة، خلاص الحين ما راح يشتغل معاك إلا إذا عدلته. إذا عدلته بيشتغل معاك. إذا جلبت بهالطريقة راح يطفي الجهاز اوتوماتيك لجل يقلل من استهلاك البطارية. هذا هو النظام. ولجل انك انت ترجعه نفس الشيء، تضغط على الازرار هذه الاثنينة ويرجع عندك النمط العادي. خلاص الحين صار الجهاز يشتغل بالنمط اللي هو العادي. وعندك هذه اللي هي القبضة، تحطها في يدك لجل ما يضيع عنك الجهاز وانت تدور تحت الماي. وفي حالة انه طاح عنك ونسيته مثلا في اي مكان، الجهاز بعد 5 دقائق يصدر نغمة، بعد 5 دقائق وصوتها عالي، ينذرك بالضبط وين موجود الجهاز، وبالتالي تقدر تحدد مكانه. تستمتع فيه على الشواطئ، لا تدخل اعماق كبيرة، يعني اقصى حد 0.5 متر الى متر. سنوركلينج جدا ممتاز، راح تنبسط عليه. بس الشيء اللي يمكن فيه البعض ينزعج منه، أنه يلتقط كل المعادن، حديد ما حديد، أي شيء يصادفه يلتقطه، أي حاجة.
باستثناء الحاجات الصغيرة مهما كانت غالية الثمن ما راح يقدر يمسكها، وكل ما كبر الهدف كل ما كان سهل عليه أن يمسكه. ممتاز، استخدام حلو، يتحمل درجات الحرارة، درجة الحرارة تكون 45 أزيد ما في مشكلة، الجهاز ما راح يتأثر، بس حافظ عليه. يعني اللزق التيب لازم تحطه على الملف، وكذلك هاي المنطقة أنا شلت اللزق هذا من هنا لجل أشرح لكم كيف فك وتركيب الجهاز أو الوحدة الأساسية عن الملف. فلازم أنك أنت تلف بتيب يعني من باب الحيطة، وبعد ما تخلص وتستمتع في هوايتك تحت البحر، البحر مالح، فالجهاز هذا أو أي جهاز تستخدمه في البحر راح يخرب بعد فترة إذا ما تغسله بماي حلو. لازم أول ما تطلع تغسله بماي فريش، ماي حلو، لجل يروح عنه الملح، تروح الملوحة كلها، وبعدها تنشفه خلقه أي حاجة عندك وبس. هذا هو جهاز باختصار. أي سؤال أي استفسار حاضر اكتبوا لي في الكومنتات وإن شاء الله راح أجاوبكم. الجهاز هذا أنا استخدمته قلت لكم تقريبا من 2019، جدا ممتاز، عندي خبرة كبيرة فيه. بالنسبة لي أنا أقدر أحدد الهدف في هذا الجهاز قبل لا أحفر عنه من باب خبرة. في ناس ما يعرفون الشيء، ولا حتى اللي راح يبيع لك الجهاز ما عنده هذه المعلومة، راح يقول لك لا. شوفوا، يعطي نغمة لما تتركه فترة، يعطي نغمة الجهاز. هذا اللي أنا أتكلم عنه، في حالة النضاع عنك يعطي يصدر نغمة أنك أنت خمس دقائق ما استخدمته، فراح ينذرك أني أنا موجود في المكان الفلاني، أنت نسيتني. بالنسبة لي أنا أقدر راح أطفي الجهاز، تطفيه من هاي المنطقة. تحديد نوع الهدف هذه راح أتكلم عنها إن شاء الله قدام، راح أشرح لكم فيها أكثر. اللي عنده هذا الجهاز أو إن حاب يقتنيه إن شاء الله راح أعطيكم أسرار هذا الجهاز. صحيح إنه بولس ويلتقط كل حاجة، لكن بخبرة ودراية قدرت أعرف شو الهدف بالشكل. إذا ما قلنا 70-80% قدرت الهدف، وبالفعل طلع مثل توقعاتي، مثل ما أنا متوقع، ولذلك أنا مستمتع بهذا الجهاز. اللي ما راح يعرف له راح يمل منه بسرعة وراح يتركه. فالصبر في هذه الهواية لازم يكون عندك صبر، إذا حاب تستمتع فيها لازم تعطيها وقتها. أي سؤال أي استفسار أنا حاضر. اشتركوا في قناتي، ادعموني لجل إن شاء الله وصلكم المعلومات اللي أنتوا حابين تعرفونها، سواء عن الأجهزة أي حاجة. أنا قناتي متنوعة على أجهزة كشف المعادن بأنواعها، عن السيارات، مغامرات، أي حاجة. أتمنى أنكم إن شاء الله تدخلون في قناتي وتشتركون وتعطوني لايك، وأتمنى أن قناتي تكون إن شاء الله تنال على إعجابكم، ونراكم في مقاطع جاية. وكل ما كان تفاعلكم أكثر إن شاء الله راح تلاقون أي جواب لكل سؤال يدور في بالكم، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع جديدة. وفي أمان الله وفي حفظ الله ورعايته، ومع السلامة.